في كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، وحضروا أيضا دكتور سعد شلبي. النهاردة المؤتمر ده النهاردة كانت الجلسة الافتتاحية، جلسة افتتاحية للمؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون. الدورة السنة دي مقامة تحت عنوان اسمه إيه؟ اسمه العقود الرياضية وتسوية منازعاتها محليا ودوليا، وده بتنظمه أو الهيئة القائمة على تنظيمه هي المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهي بالمناسبة تابعة لجامعة الدول العربية. مؤتمر بيناقش عدد مهم جدا من الموضوعات المتعلقة بالنواحي الإدارية، بفكرة تسوية المنازعات، بفكرة النواحي القانونية وعقود اللاعبين، عقود الرعاية. كل ده الحقيقة هيقام على مدار يمكن 3 أو 4 أيام في الفترة من 5 ليوم 8 يونيو. مؤتمر مهم جدا، واعتقد فيه فعالياته هتطرح عدد كبير جدا من او على اجندته يعني من الموضوعات اللي تهمنا، عشان نخرج بقى من الدايره المغلقه ونشوف العالم بيتحرك ازاي. وبالمناسبه يمكن كابتن محمود الخطيب تم تكريمه، تم اهدائه درع النهارده في على هامش طبعا مشاركته، على هامش كلمته اللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي، ونرجع نتكلم بالتفصيل ايه هي اهميه هذا المؤتمر وايه هي اهم الموضوعات اللي هتطرح على اجندته في الايام المقبله. خلينا نسمع كلمه كابتن محمود الخطيب ونرجع لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسعادة الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية. يمكن الحقيقة في البداية بس بشكر حضراتكم لدعوة النادي الأهلي للمشاركة في هذا المؤتمر. الحقيقة عنوان مهم جدا لتطور الرياضة. الرياضة أصبحت صناعة، والرياضة استثمار كبير جدا. أي صناعة وأي استثمار يجب أن يكون القانون يحميها، والقانون يضع الأسس لنجاح هذا الاستثمار. ويمكن بالنسبة للنادي الأهلي الفترة الأخيرة يعني شهد استثمار كبير جدا من خلال يعني تأسيس بعض الشركات، اللي بشكر الدكتور أشرف صبحي حقيقة على تسهيل وتيسير هذا الأمر، لأنه هو يعلم تماما مدى أهمية الاستثمار الرياضي. وبالتالي طبعا فعاليات المؤتمر الكريم إن إزاي برضو نحمي هذا الاستثمار من خلال القانون. لا شك إن اليوم تعد صناعة الرياضة صناعة ضخمة جدا جدا على مستوى العالم والوطن العربي أيضا. استقدر مساهمتها في حركة التجارة الدولية بما يزيد عن 3% من إجمالي تلك الحركة. كما أصبحت الرياضة قطاع اقتصادي يشكل ركنا أساسيا من الاقتصاد الكلي لأغلب الدول، ومنها بالضرورة الدول العربية، وجزء رئيسي من إنفاق الأسر باختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية، سواء لشراء عضوية جديدة في أحد الأندية أو مراكز الشباب، أو اشتراك في الأكاديميات الرياضية، أو شراء أدوات رياضية لحصة الرياضة في المدرسة، حتى شراء الكرة اللي ممكن الطفل يلعب بيها في الملاعب المفتوحة. الأمر الذي جعل جميع الحكومات والمؤسسات والأفراد لديه شغف كبير بتلك الصناعة، تلك الصناعة الضخمة التي تجذب إيرادات تجاوزت أكثر من 845 بليون دولار حول العالم. تلك الإيرادات ناتجة عن عقود ضخمة تنظم انتقالات اللاعبين، الحصول على خدمات المدربين، شراء حقوق البث والرعاية، البث التلفزيوني والرعاية، وحقوق الامتياز للعلامات التجارية. طبعا وأرخي حاجات تانية أخرى، لكن دي الحاجات الأساسية اللي هنتكلم فيها. هذا التطور الاقتصادي السريع والمتلاحق لصناعة الرياضة والاندفاع للاستثمار في مجالاتها المختلفة يرتكز على العديد من الدعائم الرئيسية، مثل التمويل، التكنولوجيا، موارد بشرية وألخ. لكن
المهم هنا بقى ان الضبط القانوني عبر النظم الاساسيه للانديه والاتحادات والعقود القانونيه لتلك الصناعه يمثل حجر الاساس للنجاح واستدامه التفوق في المنافسات الرياضيه والتدفقات الماليه ونجاح العلاقات ما بين اطراف الصناعات المختلفه. وفي ضوء ذلك فان تاريخ النادي الاهلي العريق ونجاحات الفرق الرياضيه على كافه المستويات الوطنيه والقاريه والدوليه ودعم المنتخبات الوطنيه باكثر من 50% من اللاعبين كان ولا يزال يرتكز في الاساس على نظام اساسي قوي يتوافق مع القوانين الوطنيه والميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدوليه ويلتزم بتطبيق نصوصه جميع ابناء عائله النادي الاهلي كما ان الاستثمارات الضخمه التي تجاوزت اكثر من 1,600,000,000 جنيه خلال الاربع سنوات الماضيه في البنيه التحتيه والملاعب والصالات للمقر الرئيسي وفرع النادي في مدينه نصر اهل مدينه نصر واهل الشيخ زايد وايضا فرع القاهره الجديده ان شاء الله الذي سيتم افتتاحه قريب جدا باذن الله في خلال شهرين ثلاثه تقريبا ان شاء الله. والطفره الكبيره في الايرادات التسويقيه والتي اصبحت الاكبر بين مختلف انديه القاره الافريقيه تعود الى كافه الاجراءات والصياغه الدقيقه للعقود القانونيه والتي توضح التزامات وحقوق كافه الاطراف وتوافقها مع صحيح القانون ولا تتعدى على حقوق الاخرين لاعبين مدربين اتحادات انديه منافسه وسائل اعلام شركات راعيه شركاء تجاريين وكل ذلك يتم من خلال لجنه قانونيه تضم كفاءات مصريه برئاسه مستشار الجليل محمود فهمي ربنا يديله الصحه وطولة العمر. ونحن في النادي الاهلي حرصنا على مشاركه لاننا كلنا امل ان نقدم هذا الملتقى الدولي والذي يضم قامات وكفاءات عالميه في مختلف مجالات القانون والاستثمار والصناعه. وبالطبع منها ما يختص بالرياضه للخروج بحلول وتوصيات ويمكننا من خلالها التغلب على التحديات التي ما زالت تواجه تطور صناعه الرياضه المصريه والعربيه. مثل التعدي على حقوق الملكيه الفكريه والعلامات التجاريه للانديه والاتحادات. حمايه المحتوى الرقمي للمنافسات الرياضيه وحقوق الرعايه ومراقبه تدفق الاموال بتلك الصناعه الواعده بالاضافه لوضع توصيات لتحفيز الاستثمار بالمجال الرياضي ورؤيه قانونيه لمزيد من الاعفاءات الضريبيه على الانديه والاتحادات التي لا تستهدف الربح والانهاء السريع للمنازعات الرياضيه وده امر هام جدا. وفي النهايه نتمنى التوفيق والسداد للقائمين وجميع المشاركين بهذا الملتقى لما يخدم اهداف الرياضة النبيلة والإنسانية وخدمة مصالح الرياضة المصرية والعربية وتمكين أندياتها واتحاداتها الرياضية في أن تكون في صدر الرياضة العالمية. دعواتي بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.